المطبخ التونسي هو جزء من المطبخ المغربي والمتوسطي، ضارب في الحضارة والقدم، وهو خلاصة ثقافات عديدة قوامها البربرية والبنيقية واليهودية، ومن ثم العربية والتركية والإيطالية وثقافات أخرى. يعرف المطبخ التونسي بثرائه بالنشويات والفواكه والخضروات. لحم الضأن هو المفضل مع استعمال مكثف للدجاج، يشتهر ببهاراته الفريدة والمكوناته الطازجة التي تدخل في أعداد لائحة حافلة من الأطباق التي تتأثر بالمواسم كغيرها من أطباق المتوسط. الخبز عنصر رئيسي في المطبخ التونسي، وتختلف طرق عمله وتقديمه. الثوم وزيت الزيتون مكونات قلما تغيب عن وجبة. أطباق الأسماك وغلال البحر هي عبارة عن حفل بحري مصغر يزين الموائد في كل فصل. تحظى القهوة والشاي بشعبية كبيرة في تونس، قائمة طويلة من الحلويات التقليدية اللذيذة والمتنوعة، وهي رمز قار في الاحتفالات والأعياد. مطبخ لا يستغني عن الشمس لتجفيف عدة مكونات، والزهور يقطرها ويعطر بها الحلويات والمشاريب. باختصار، المطبخ التونسي حالة لذة خاصة غير منصوح بها لأحباء الرشاقة والحمية. إلى صباح العربية، أحلام العبدلي، تونس.